والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تأثير فلسفة الإيمان على التوبة. إيمان إلى فلسفة. هذه الفلسفة شنو علاقتها؟ ويتوب. هذا كان الحديث. أخذنا الفلسفة الأولى وأخذنا الثانية وأخذنا الثالثة. ثاني ثلاثة أخذناها. وقد عندنا ما بعد الثالثة لازم ندخل بها. بس قبل الدخول في الفلسفة الثالثة أنه نفس هذا المبحث نفس هو مبحث التوبة بالحقيقة علوم متعددة تدخل في بحث التوبة. مثلاً عندك علم الفقه. علم الفقه بحث التوبة أم يتناوله؟ يصير واحد يقول شنو علاقة علم الفقه في التوبة؟ يقول صاحب العروة رحمة الله عليه، طبعاً العروة يعتبروه متن للبحث الخارج. عروة الوثقى كتاب العروة يعتبروه متن للبحث الخارج، يعني يأخذون المتن ماله ويبحثون المطالب به. صاحب العروة يقول هذا المبحث عن مبحث التوبة يذكر في أحكام الأموات. من يجون أحكام الأموات ومسائل فقهية يبحثون التوبة. ليش يبحثوها؟ يقول لأن التوبة كلام أمول العروة. يقول لأن التوبة هي إحدى الواجبات الفورية في الفقه. بالفقه عندنا واجبات وعندنا واجبات فورية. يعني شنو واجبات فورية؟ واجب وبالعجل تسوي. صاحب العروة يقول التوبة من الواجبات الفورية، يعني يجب أن تسوي بالعجل، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتتوب. هذا من يجون إلى بحث أحكام الأموات بالفقه يبحثون بحث التوبة. هذا واحد، هذا واحد من العلوم. خلي أحسبه. في علم الكلام، علم الكلام أعلم علم العقائد، يبحثون بحث التوبة. ليش يبحثون؟ يقول لأن علم العقائد يبحث عن المبدأ والمعاد. هذا العقائد بدايتك شلون وآخرتك شلون. حتى أن الحديث النبوي الشريف ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. ماكو شيء بحياتك، يعني حتى من يبدأ الإنسان بداية حياته في بطن أمه هم إلى أحكام شرعية، إنه إذا توفى والده مثلا شنو إلى ميراث، شنو إلى حقوق، شنو إلى أحكام. من يموت هم نفس الشيء، تجي أحكام الميت وشلون توجهه وشلون تصلي عليه وكذا. هاي كلها وين؟ بالفقه. بالعقائد العقيدة يبدون مبدأ. أنت أول ما تبدأ بالعبادة شلون تبدأ؟ من هو الخالق؟ من تتسلسل بعد أن تثبت الخالق تثبت عقائدك تثبت المنتهى المعاد. في بحث المعاد يبحثون، من يجون بالعقائد بحث المعاد يدخلون في بحث التوبة، لأن مبحث التوبة من فروع، خليها على بالك، من فروع بحث المعاد. بحث المعاد من يبحثونه واحدة من فروعه يطلعونها هو بحث التوبة. إذن ايش قصار؟ علمين، علم الفقه وعلم الكلام. في علم الأخلاق الذي هو هنا بحثنا احنا الآن، هاي كل مباحثنا هي مباحث أخلاقية، وبدينا بالتوبة، وأول باب بدينا به هو التوبة. وتعرفون أنه المباحث الأخلاقية متعددة العناوين، يعني هو كل مبحث، يعني توقع يعني كل مبحث لو نبحث يومية نبحث في شو اسمه، يمكن يطول لنا كل عنوان يطول لنا سنة يجوز، يعني 360 يوم ما تكفي لعنوان واحد. ليش؟ لأنه المطالب الأخلاقية كلش واسعة، كل جدا واسعة وكثيرة. يعني أنا
أتذكر قديما أنه واحد ألف كتاب في آفات اللسان، يمكن كاتب الستردد من عندي 700 أو 7000 آفة للنسان تردد من عندي، أنا ما أذكر زين. أنت بس تريد تبحث هذا المطلب الذي هو فرع الفرع، مو فرع، مو مطلب، مو عنوان أصلي، بس هذا تريد تبحثه يأخذ قد عندك وقت. إذن بحث التوبة أيضا يدخل في بحث العقائد. العقائد لها اسمين، أو يقولون بحث العقائد أو يقولون بحث علم الكلام. عقائد، علم العقائد أو علم الكلام، اثنين نفس الشيء. من فروع علم الكلام أو من فروع علم العقائد يبحثون التوبة في بحث المعاد، مو في بحث المبدأ، لأن يعني العقائد بها مبحثين، مبدأ ومعاد. في بحث المعاد من فروعها يبحثون بحث التوبة. في علم الأخلاق، علم الأخلاق شنو موضوعه؟ شبح علم الأخلاق يبحث تعديل القوى. أكو قوة عقلية، أكو قوة غضبية، أكو قوة شهوانية، 3 قوى ذنية موجودة عند الإنسان. يأخذون تعديل القوة، الحالة الوسط في هذه القوة هي الصحيحة، الزايد خطأ والناقص خطأ. مثلا مثال واحد، الشجاعة، الشجاعة حالة وسط بين الجبن، الجبن حالة سلبية، والتهور حالة سلبية. يعني يقولون مثلا واحد الفرار من الأسد ليس شجاعة بل هو تهور، عرفت؟ هذا الفرق. الشجاعة حالة وسط تكون بين التهور وبين الجبن. يدرسون الحالة، عفوا سيدنا، أتصور عدم الفرار من الأسد، لا الفرار، عدم الفرار، يعني قلت الفرار، عدم الفرار من الأسد يسمونه تهور. أنت شنو أسد مقاضة؟ وهذا قصدي، هذا إذا غلطت بالتعبير. عدم الفرار من الأسد يقولون تهور، تهور. عكس التهور الجبن. الحالة الصحيحة الموجودة في هذه القوة وهي الشجاعة حالة وسط. واضح هذا؟ في علم الأخلاق من يبحثون ذن 3 قوى، القوة الغضبية والقوة الشهوية، من يبحثونهن؟ يبحثون بحث التوبة. من يبحثون هذن القوى؟ يبحثون بحث التوبة في هذن القوى الثلاثة. إذن شنو صار عندنا هسه؟ علم التوبة تدخل في علم الفقه، وتدخل في علم الكلام، وتدخل في علم الأخلاق. ثالثا، التوبة تدخل في علم النفس، هذا علم رابع. شلون تدخل في علم النفس؟ يقولون ما هو تأثير التوبة على داخل النفس؟ شو يتأثر النفس؟ شوف الإنسان عندما يتوب في داخل النفس يصير عنده تأثيرات في سلوكه أصلا. عندما يتوب كأنما طهر تطهير داخلي. كشلون واحد إنسان مثلا هو يعيش في ملابس وصخة رثة، وإذا فد مرة راح الحمام اغتسل لبس ملابس جديدة، شيء يعيش حالة شنو؟ حالة نفسية مستقرة. كذلك التوبة للإنسان اطلع عن الخط الإلهي الصحيح، عندما يتوب كأنما طهر، فيأثر تأثير كبير على نفسه وداخل نفسه. لذلك عندما يبحثون علم النفس أيضا يبحثون التوبة. إذن هذني 3-4 علوم مسلمة تدخل بحث التوبة في داخلها. إحنا كمبحث هنا نأخذها بحث التوبة، نأخذها بها قسم علم الأخلاق. هذا القسم في تعديل القوى، حتى ليس ذهنكم بعدين، إحنا راح نخلص بحث التوبة راح ندخل بهذني القوى الثلاثة، القوى الغضبية والشهوية والعقلية. المبحث المهم قبل أن نستمر هذن يكون نشير لهن، شنو مفهوم التوبة؟ مفهوم التوبة شنو؟ ابتداءً إحنا يعني هذن المباحث عندنا مرحلتين في دراستها. أكو دراسة ابتدائية، هاي الذي هي
بالجملة يسمونه، يعني بالجملة كون إحنا نأخذ شنو المطالب المطلوبة في هذا المبحث. بالواحد يخلص ويصير عنده معلومات أوسع يقدر يتوسع بالمطلب. هسه تقبلها من عندي بالجملة هسه، لأن أكو أشياء هسه أقولها إذا أريد أنبهك على شيء تقول هاي مصر شنو علاقتها بذاك، التفت. يقولون التوبة تعني العودة إلى الله. العودة يعني شنو معناتها؟ معناتها الإنسان ابتعد عن الله سبحانه وتعالى وعاد إليه. هذا هيك يقول. خلني أشير لك شوية فد إشارة بهذا التعريف. التوبة هي العودة إلى الله بعد الابتعاد عنه. مو هيك يقولون؟ وما هيك يقولون العلماء؟ والله طبخ لي هذا التعبير على الأنبياء يصير؟ قبله؟ ما تقبله؟ شلون التوبة؟ الابتعاد عن الله وتعود، العودة بعد الابتعاد. هذا ما يصير. ليش أقول لك دراستنا دراسة ابتدائية ودراسة أعلى من هذا؟ هذا مثل ما يعرفون الملكة اللي يقولون ملكة راسخة، تقوى ملكة راسخة. هذا عمق بالتعبير. والحقيقة هو شنو؟ الابتعاد عن المحرمات وعمل الواجبات. هذه هي التقوى. يقولون هذا التعبير بسيط نسبة إلى العمق ماله. إحنا هنا نفس الشيء. بس لا تشوش ذهنك. عوف على الكلام الأخير. التوبة تعني العودة بعد شنو؟ الابتعاد. يبتعد عن الله ثم يعود. هذا قبل هسه كمستوى كدراسة مبسطة بعد المخالف. شو يخالف الإنسان؟ شلون يبتعد عن الله سبحانه وتعالى؟ كيف يتحقق الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى؟ شلون يتحقق؟ احسب انت مصابيحك. عليكم السلام. أولا الإنسان يبتعد عن الله سبحانه وتعالى بمخالفة أوامر الوجوب. هذا واحد. الإنسان يبتعد، هذا واحد، يبتعد عن الله سبحانه وتعالى بمخالفة أوامر الوجوب. شكو واجبات الله أمر بها، إذا ما فعل وحدة من الواجبات فابتعد عن الله سبحانه وتعالى. حتى يعود يرجع لازم يتوب. وهنا تجي بعد مبحث أنه هذا من يتوب يسقط عن ذنبه، لا، يكون يؤدي الواجبات. هاي واحد. الابتعاد عن الله بمخالفة نواهي التحريم. إنسان الله يقول له لا تفعل هو يفعل. هذا بالقرآن إيش قد أحكام لا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. من الفواحش. أكو غير الفواحش. أكو كلها أحكام النواهي مخالفتها تعني الخروج عن الله سبحانه وتعالى. ابتعد عن الله، ابتعد عن الطريق لوصلك إلى الله، يحتاج لك أن تتوب حتى ترجع. اثنين، الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى بفعل المكروهات وشنو؟ وترك المستحبات. أيضا ابتعاد، هذا ابتعاد من النوع الثاني. افرض ما عليه عقاب، افرض أسوي هذا مكروه الله يعاقبني؟ لا. افرض أترك مستحب الله يعاقبني؟ لا. بس هو يسمونه ابتعاد. ابتعاد يعني أنت الآن مثل ما أنه تمشي في شارع تطلع عن الشارع، بس هذا الخروج عن الشارع المرور ما يعاقبك عليه، بس أنت مو بالشارع مو بالجنة طلعت. افرض ما قانونيا ما يحاسبك عليه، بس أنت واقعا مو بالطريق الصحيح. هذا أيضا نوع من الابتعاد، أيضا يحتاج إلمن إلى توبة. فالتوبة هو الابتعاد عن الخط الإلهي ثم الرجوع هي التوبة. هذا قلت لك كتعريف مبسط، لأنه إذا هذا ذي نحسبه بالدقة هذا ما ينطبق على توبة الأنبياء ولا ينطبق على توبة المعصومين. بس إحنا هذا من نوصل إلى هسه من ندخل بالقسم الرابع
هاي المقدمة إذا بين لكم للقسم الرابع، إحنا تجاوزنا ثلاث أقسام حتى ندخل بالقسم الرابع، إذا بين لك إنه هذا كلامنا ما ينطبق على القسم الرابع. هذا الابتعاد ما هو الموقف اللي اتخذه الإنسان عندما يبتعد حتى ولو من الابتعاد بالقسم الثالث؟ ابتعاد بالمكروهات يفعل المكروهات، والابتعاد بترك المستحبات حتى لو من هذا القسم. شنو الموقف اللي اتخذه الإنسان بهاي الحالة؟ في تاريخ البشرية عندنا موقفين جسداً أمامنا ومعروفات الموقفين. موقف يسمونه موقف الإصرار على الفعل، وهذا الموقف من اتخذه؟ اتخذه إبليس عليه لعنة الله. اتخذ هذا الموقف، الله أمره بالسجود لآدم فلم يسجد، اتخذ هذا الموقف المصر وبقي لعين إلى يوم القيامة. قيل عود على القائل عادري إيش قد صحة القول هذا، يقولون أنه التقى إبليس الشيطان الأكبر في يوم من الأيام بأحد الأنبياء وقال له أريد تتوسط لي أنت مع الله سبحانه وتعالى أن أرجع أنا إلى رشدي وإلى طريق الأمر النبي. فراح إلى الله، السر هاي الرواح مو الرواح المكاني يعني، ناجى الله كذا، فقال له إحنا نقبل التوبة مالته ولكن بشرط يذهب إلى قبر آدم ويسجد على ذلك القبر، تسجد لآدم على القبر آدم. فيقول رفض، قال أنا من شان آدم حي أنا ما أسجد لأنه بس ميت وأنا أروح أسجد له، ومهم مدى صحة الكلام، بس المهم العبرة الموجودة في هذا الكلام. فبقى مصر على عمل قبيح، فهذا موقف من مواقف عباد الله. يريد الإنسان أنه يقول أنا أقتدي بإبليس حتى في الواجبات والمستحبات، خليت ماكو مانع، أفرض ماكو عقاب بس أكو آثار سلبية. أنا في القسم الثالث أقصد المكروهات والمستحبات، أفرض ماكو عقاب بس أكو آثار سلبية تترتب على الله، شنو الله؟ أكو مصلحة في المستحب، أكو مفسدة في المكروه، لذلك ملاك يسمونه ملاك المستحبات، ملاك المكروهات. هذا الملاك موجود وإلى أثر سلبي، هذا الأثر السلبي بالدنيا وأثر سلبي يؤثر حتى على الآخر. بالضبط إذا تأخذ لك حجر وترميه بالماء، هذا الموج اللي يطلع من أثر رمي الحجر هذا موج تكويني، ما يعني مو كيف واحد، من رمية الحجر خلص الموج يطلع. كذلك فعل المكروهات، فعل المكروهات ترك المستحبات إلى أثر تكويني على حياة الإنسان، مو بس الدنيا، مو بس الدنيا، لا يؤثر حتى على الآخر. يعني قرب لك الفكرة، أنت مثلاً تنام بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، هذا مكروه، مكروه الله ما يحاسب عليه، مكروه. بس لو الإنسان فعله أكو نورانية بالإيمان يجوز ما يحصلها، إذا ما حصلها يجوز يصير السبب يظل بعدين. أبسط امتحان، أبسط هزة تجي يروح ينسحب، بصير عنده مناعة. شلون احنا شلون هذا الدكتور يضربون مناعة للأمراض؟ الذي إيمانه قوي ما يعمل المكروهات يفعل المستحبات، يصير إيمانه قوي مناعته قوية، من يحطون قدامه ملايين الفلوس ما يفكر آخذها لو ما آخذها، لا خلاص مو أموالي حرام، ما جنها أبدا، ما جنها، مناعة عنده قوية. ما عنده هاي المناعة افرض ما ياخذين، بس شو يصير عنده؟ حالة التردد في الحرام، او يقدم على الحرام لعله ينتهي الى ان يخدم الى الحرام. انا تعرفون لعله الشخص رجل يعني عالم، مو انسان عادي،
مستوى علمي جيد وتعب على نفسه وهذا، بس نقلوا لي من عن طريق النساء انه هذا رجل كان صلاة الصبح ما يصلي، تاخذ النوم ما يصلي صلاة الصبح، فضلا ما يصلي صلاة الصبح مو متعمد يعني يسهر يسهر وينام. من ناحية رفع القلم صحيح مرفوع القلم لأنه هو نائم ما مستيقظ. سبب هذا مرور الزمان صار سبب أن يكون عمودي على مذهب التشيع، عمودي الآن هو على مذهب التشيع، راح سحك. هذا يعني أمثلة كثيرة، بس إحنا نقول إنسان لا يعطي مجال المن للنفس أن يغلبها هذا الأمر، خلي يكون صاحب إرادة قوية في فعل المستحبات وصاحب إرادة في ترك المكروهات. إذن هذا هو الموقف الأول الذي وهو شو تسميه موقف الإصرار. موقف الإنسان يكون مصر، والإصرار إلى مراتب، أكو واحد يصر بالحرام، واحد يصر بالواجبات يتركهن. الإصرار من هاي الدرجة الذي إحنا لعله مبتلين بها، كون إن نخلي نقطة خضراء على هذا النوع من أنه مصر على ترك المستحبات وفعل المكروهات، كون نخلي هذا فد خط أخضر في سيرتنا وحياتنا، أنه أنا ليش أصر على المكروه فعلا؟ ليش؟ بعد أن نتجاوز ترى المرحلة إذا ما متجاوزينها وويلا يعني إحنا 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 خسرنا جبال من الذهب، لأن العمر لا يقاس بالذهب. يعني الآن لو يعطونك جبل من ذهب مقابل يوم من عمرك أنت خسران، إذا تبدل هذا اليوم بهذا خسران. لأن ما بعد عبدان قرية، ما بعد الحياة موت، شنو قيمة الجبال؟ مليون جبل عندك شو تسوي؟ أنت متت تفعل بين شيء؟ أنا قصدي بالقسم الثالث، خل إحنا ننتبه. القسم الثالث إحنا لا نتخذ موقف والعياذ بالله موقف إبليس، نصر على المستحبات نتركهن ونفعل المكروهات. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني وهو موقف العودة إلى الله سبحانه وتعالى، موقف آدم سلام. ذاك الأسبوع ذكرت لكم رواية ما عيدها، ولو أغلب الأخوة جزء ما حاضر، ذكرت رواية في قضية آدم، وكان بكاء آدم على من؟ على فراق الحبيب، وهذا ما موجود في كتب أنه آدم بكى على الجنة، هذا ما يتناسب ويا مقام أبو الأنبياء أبو البشرية آدم سلام الله عليه يعني. ما يتناسب أنه بكى على الجنة، بكاء على فراق الحبيب، وهو موقف عظيم يعتبر. طبعاً بعض العلماء هم نحب نشير لها، بعض العلماء يقولون آدم إحنا ذارين نتبع في قول آدم، بعضهم يقول فعل معصية وهذا رأي سني، بعضهم يقول ترك الأولى، بعضهم يقول ترك قضية إرشاد. شلون الطبيب يقول لك اترك الحامض، لا تاكل الحامض او لا تاكل السكر، رجلك اما مو يجبرك عليه، انت مسؤول عن نفسك. بعض العلماء يقول ادم لا فعل حرام ولا ترك الاولى ولا ترك قضيه ارشاديه، اصلا هذني كلهم قسم رابع ويبحثون ذني. شوف لك وين باحثين هنا، انا اتذكر على يتحال يبحثون في ما ذاكر أنا، وأن يبحثونهم في بحث في كتاب العقائد، في كتب العقائد تلقى، في كتاب البيع أيضا، في كتاب البيع، بيع كتاب فقهي، في كتاب البيع أيضا يبحثون هذا. شنو المطلب ما أذكر، المهم مو مهم هسه هاي شو اسمه، المهم الذي النقطة المهمة الذي نركز عليها وهو موقف العودة الذي اتخذه آدم سلام الله عليه ونحن أولاد آدم، مفروض أن نقتدي بآدم حد الأقل ولا نقتدي بعدو البشرية وهو إبليس حتى في المستحبات والواجبات والمكروهات.
دارت ذكرى قبل أن ندخل بالقسم الرابع. إحنا ذكرنا فلسفة الإيمان علاقتها بالتوبة. شنو علاقة فلسفة الإيمان بالتوبة؟ ذكرنا ثلاثة وهذا رابع بس أذكره وأختم الحديث. قليل طال عليكم الكلام. القسم الرابع مقام أعظم من الثلاثة. الأول قلنا شنو فلسفة الإيمان؟ خاف واحد منعس ونايم لو ما حاضر. الأول من فلسفة الإيمان إنه الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى طمعاً في الجنة خوفاً من النار. هذا القسم الأول وهذا هو إحنا المبتدئين به. من يعبد الله غير هاي العبادة؟ القسم الثاني يعبد الله لأجل يكمل نفسه، التكامل في النفس. يعني هو هم يريد جنة ونار، مو ما يريد جنة ونار، بس يريد أن يكمل نفسه، يتكامل. يعني الكذب افرض مو حرام، خلنا نفرض الكذب مو حرام، هو ما يكذب يقول أنا إذا صون نفسي أجعل نفسي تتسامى عن الكذب، تتسامى عن السرقة، تتسامى، هذا فد نوع من الفلسفة بالإيمان، مو معناتها ما يريد جنة، يريد جنة، يخاف من النار ولكن هذا قسم ثاني. القسم الثالث الذي ذكرنا ذاك الأسبوع وهو أنه إنسان يعبد الله حبا لله بغض النظر عن الجنة والنار، بغض النظر عن تكامل النفس، حبا لله، تعلق حب الله في القلب خلاص. وهذا مستوى عالي جدا، مستوى أنبياء لعله أو أولياء لعله، ذول غير المعصومين ولكن بالاكتساب عصموا نفسهم، بالاكتساب يعني بالتربية عصم نفسه. وعندنا احنا بعض العلماء يسميها الدائرة الثانية بالاجتباء. اكو الدائرة الأولى بالاجتباء، دائرة المعصومين، الدائرة الثانية بالاجتباء دائرة الذي ربوا أنفسهم حتى وصلوا إلى العصمة. يمثلونها كثير من أمثلة، واحد من عندهم أبو الفضل العباس، واحد من عندهم سلام الله عليه زينب سلام الله عليها، سيد محمد، مثلون لهم أمثلة كثيرة. قسم حتى بزمن الأئمة، بزمن النبي مثل حمزة مثلا، هكذا يمثلون. فهذول بالتربية ربوا نفسهم ووصلوا إلى العصمة الاكتسابية. هسا أكو مقام رابع، شو يسمون هذا المقام؟ ولهنا أختم الحديث به، يسمونه توبة المتقين. هذا شلون تفسرته؟ شوف الآية القرآنية، هاي التوبة الآية القرآنية سورة الأعراف 201، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا مو يذنب، إذا هم بالذنب، هم بالذنب رأسا انتبه، وإذا هو رجع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني من الهم بالذنب يتوب، وهذا مستوى عالي. الشيطان يقولون من عندما يجي إلى قلب المؤمن يلقى القلب مثل القلعة، قلعة محصنة ما يقدر ينفذ بها الشيطان بسهولة، يظل يطوف حول القلعة يفتر بلكت فالثغرة حتى يفوت منها. هذا بس يغفل المتقي، بس يغفل مسه، جاء مس من الشيطان، لامس الشيطان قلب المتقي، ملامسة ما نفذ بعده، بس لامسه وإذا هو انتبه. إذا مسهم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شوف الروايات الواردة في هذه الآية في تفسير البرهان الجزء الثاني صفحات 56. في هذا التفسير يقول إن بأن العبد في بعد هذه الآية يذكر الإمام سلام الله عليه بأن العبد يهم بالذنب ثم يذكر الله فيحول الذكر بينه وبين تلك المعصية. الذكر يحول بينه وبين هذه المعصية. زين توبة المعصوم شنو؟ المعصوم شلون يتوب؟
صرفتها من الآن. متقي من القسم الأول، من القسم الثاني، من القسم الثالث. المعصوم توبته شنو؟ من تقرأ روايات أئمتنا يتوب، النبي يتوب، النبي يستغفر الله، هذا شنو؟ يقولون توبة المعصوم ليس من الذنب ولا، هاي الثانية انتبه، ولا من الهم بالذنب، لا من هاي ولا من هاي. شامنين توبته؟ يقول من قبيل سيئات المقربين التي هي حسنات الأبرار. هذا المقرب إلى الله إذا صدر منه شيء غفلة في المباحات، يعني المباح ما حول إلى مستحب، غفل، المعصوم يتوب من هذه الغفلة، خاف الصير عندها يتوب يستغفر الله سبحانه من هذا الباب، يعني لا من الذنب ولا من الهم بالذنب الذي هذا مرتبة جدا عالية. أنا أتذكر واحد من العلماء سئل الحالي، يعني أتذكر هيك السؤال انطرح عليه، إنه شلون المعصوم ما يهم بالذنب؟ شلون يعني شلون ما يهم؟ ليش ما يهم؟ هذا الهم ترى حالة غير اختيارية بعض الأحيان تصير. الهم مو دائما حالة اختيارية، مو أنا مختار وأهم بالذنب، مو مختار. ليش المعصوم ما يهم بالذنب؟ فهو التقريب ماله يعني تقريب شوية مو كلش شو اسمه بس أذكره أنا. قال إنه الإنسان العادي إذا يشوف بعينه نقاسة خارجية، يشوف النقاسة بعينه يهم بأكلها؟ ما يهم بأكلها. ليش؟ لأن يراها نقاسة. المعصوم يرى بعينه النقاسة الباطنية، يراها الذنب، يرى نقاسة تمس قلبه، أصلاً ما يهم بها لأنه يراها واضحة عنده، انكشاف عنده، فلا يهم حتى بالذنب. جاي التوبة تمنين إذا لا من الذنب ولا من الهم بالذنب. يقول أكو ناس متقربين إلى الله سبحانه وتعالى، هذولي حسناتهم مو سيئاتهم، حسنات هؤلاء تعتبر سيئات إلى الأبرار، فتوبتهم من حسناتها. شوف المقام الذي الله سبحانه وتعالى مطيهم لهذا المقام. طبعا إحياء العلوم هاتشي بس أشير لها أسبوع جاء إن شاء الله نكملها. في إحياء العلوم الغزالي يذكر هاي العبارة يعني عكس هذا، يقول إنه ما عندنا إنسان لو يكون مثل الشيطان لو يكون مثل آدم، أما غيرهم ما عندنا. هو هيك الغزالي يقول غيرهم ما عندنا. ليش؟ لأن الإنسان إما يقتدي بآدم أو يقتدي بإبليس، أما الملائكة معصومين. يقول العلماء اللي جاوبوه أعتقد صاحب المحجة البيضاء جاوبه، يقول هذا بالنسبة لمذهبك أنت تحكي تحكي، أما مذهبنا إحنا بغض النظر عن المعصوم ما نحكي لك ويا المعصوم، نحكي لك ويا غير المعصوم. ويذكر مثاليا، هو مثاليا جدا رائعات يعني الخطباء يركزون عليها. واحد من الأمثلة يذكر قضية أبو الفضل العباس سلام الله عليه، والقضية الثانية يذكر قضية زينب سلام الله عليه. يقول أبو الفضل، أنا ذاكر لكم أكثر من مرة، يقول أبو الفضل لشدة عطشه إجى للماء يراد يشرب، ويعلم بأن الحسين لو شرب هو الماء حسين يفرح، ومو قضية إيثار حتى إغلاص واحد هو لو شرب الحسين، لا مواساة. يقول هو يواسي الحسين بالعطش ماله، ايش تعبير؟ يقول يواسي الحسين بالعطش ماله. ليش؟ لأن الحسين أخوه، لأن الحسين إمام مفترض الطاعة من الله، ليفكر هذا التفكير بإمامة، فشلون يفكر مع الله سبحانه؟ يهم بذنب، يفعل ذنب، قل له هذا أنت على مذهبك، إيه صحيح حجك، لأنتم يا هو أئمتكم، أما على مذهبنا إحنا ما نحكي لك على المعصومين، نحكي لك على المعصومين، هذا عندنا واحد نقتدي به، يعني هذا إيش يسوي؟ إجى للفرات أصحاب المقاتل يقول إن قلبك صالية الجمر من العطش، ويوصل للفرات ويمد إيده للفرات ويتذكر عطش الحسين وما يشرب. يا نفسه من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكون. ليش؟ لمواساة الحسين، لأنه إمام مفترض الطاعة، يعصي الله سبحانه وتعالى. ويذكر قضية زينب في يوم عاشوراء، تقول ما همها فقط
أبنائها ولا فقد سبيها وكل شيء ما مهتمة، تهتم بإمام زمانها وهو كان إمام السجاد. يقول عندما إجت وشافت الإمام من مروا بهم عن شارف الإمام خربت وضعه، إمام زين العابدين من وصل على القتلى ووصل بحالة يرثى لها، لأن إمام معصوم يعرف الحسين، معرفة الإمام زين العابدين للإمام الحسين غير معرفة زينب للإمام الحسين، طبعا قطعا تختلف. تقول شافت إمام زمانها وصل إلى حالة يموت، جت تسليه نسيت مصابها هي بأخوانها، مصابها بأولادها بسبيها، نسيت كلها وإجت تسلي إمام زمانها وتعطيه عزم، وهو زين العابدين سلام الله عليه يقول لولا عمتي زينب كانت روحي أن يعني أموت جد. بس هي أعطت عزم موجودة سلام عليكم، موجودة في كتب المقاتل، يتبع هذا الكلام موجود في كتب المقاتل وعليه. فإحنا عندنا من المعصومين توبة خاصة المعصوم مثل ما قلت لك، وعندنا غير المعصوم تربى نفسه تربية خاصة وصل إلى درجة من التقوى. بل أنا سمعت من أحد العلماء ما أدري عود عليه هو يعرفهم يعني، قال أنا أعرف جماعة من علماء عاشوا في النجف أو في قوم، علماء قدماء رحمة الله عليهم، ذلك صدق يسموهم علماء، يقول هذا لم يفعل المكروه في طيلة حياته، بل ولم يترك المستحب في طيلة حياته بقرب إليه. سيد هذا خبو معصومة رب نفسه تربيه خلانا إرادة، الله يذكره بالخير وطول عمره السيد العلوي سيد عادل، يقول أنا حطيت لي عزيمة وإرادة، كنت من محبين الشاي مو أشرب شاي، في محبين الشاي حطيت لي عزيمة وإرادة قوية أن أترك شاي 20 سنة ما شرب وماكو مانع نشربه، يعني مو مثلا مرض ما يحبه ولا لا، عزيمة أنه ما شرب زين. هذا اللي يسوي هيك عزيمة وهيك إرادة يلزمه مكروه، لو يلزمه مستحب ما يسوي مستحب. ففي علمائنا في ناس متقين في ناس عاديين يعني وصلوا إلى هذه الدرجة، فكيف بالأئمة المعصومين، فكيف بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.